أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار من النهار اليوم. وافق المجلس الأعلى للاستثمار في أولى اجتماعاته برئاسة الرئيس السيسي وكامل أعضائه على عدة قرارات لدعم الاستثمار، منها تخصيص الأراضي الصناعية المرفقة في الصعيد مجانا وإعفاء الاستثمار الزراعي والصناعي الجديد في الصعيد من الضريبة على الأرباح لمدة 5 سنوات. كما قرر المجلس إعفاء مشروعات استصلاح الأراضي الزراعية من ضريبة الأرباح، إضافة إلى طرح أراضي العاصمة الإدارية والمدن الجديدة في شرق بورسعيد والعالمين والجلالة والإسماعيلية بخصم 25% عن التسعير المحدد، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ الطرح. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا السيدة الأستاذة حمدي الجمل رئيس القسم الاقتصادي بالأهرام العربي. أستاذ حمدي صباح الخير وأهلا بك. أهلا صباح الخير أستاذ حمدي. يعني هناك عدة قرارات توافق عليها المجلس الأعلى للاستثمار في أولى الاجتماعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعني عايزين من حضرتك توضح لنا ماهية هذه القرارات وأيضا تأثيرها المباشر على الاقتصاد المصري. بالتأكيد هذه القرارات هي قرارات جادة ومهمة جدا لخدمة الاستثمار وخدمة قضية التصنيع والزراعة. حضارة مصر حضارة زراعية، فأتصور أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والمجلس الأعلى للاستثمار عندما يعود إلى تشجيع الزراعة أننا يعني أننا سنصنع ونكتفي ذاتيا من الكثير من المحاصيل التي نستوردها. الملاحظ أن القرارات والإعفاءات ارتكزت على إما أنك تصدر للخارج المشروعات التي تصدر للخارج او المشروعات التي تصدر او تنتج للداخل للحد من الاستيراد. كل هذه القرارات تخدم خدمه ورؤيه دوله تحت سبعه في تغيير جغرافيا جمهوريه مصر العربيه من العيش على مساحه 6% حاليا الى الانتقال الى مساحه 30%. هذا هو العنوان الابرز لقرارات امس، هو تفعيل رؤيه دوله تحت سبعه وتغيير جغرافية مصر من خلال الى التوسع الزراعي والصناعي والعمران. حضرتك اشرت الى الجلاله، اشرنا الى الصعيد. الاهم من ذلك ان معظم هذه القرارات ارتكزت على الصعيد المحروم من الاستثمارات، والصعيد سيكون هو المحطه الجاذبه الى كل المستثمرين والمناطق الجديده. قرارات مهمه لكنها تاخرت كثيرا. نعم، إذا يعني إعفاء المشاريع في الصعيد لمدة 5 سنوات من ضريبة الأرباح، يعني ده سوف يؤدي إلى النظر إلى الصعيد من قبل المستثمرين، ويعني سوف مقصد يعني ستصبح مقصد للمستثمرين للذهاب إلى الصعيد وحدوث تنمية في الصعيد بعد أن ظل محرومة. بالتأكيد حضرتك يعني هذه القرارات حولت الصعيد إلى مناطق صناعيه ومناطق صناعيه مهمه ذات مزايا محدده تتعلق بالضرائب. الصعيد اصبح مخطط لكل المستثمرين، الصعيد به مشاكل كثيره اجتماعيه وبه نسب فقر عاليه، فوجود المستثمرين بالاضافه الى تحقيق ارباح عاليه لان الصعيد منطقه بكر، الصعيد مثلث التنميه مثلا او مثلث الذهبي، هي الكثير من المناطق الزراعه في الصعيد منطقه مهمه جدا نظرا لتوفر المياه. اعتقد ان دي المشروعات كما اشرت هو لتغيير الجغرافيا، انت هتبقى حضرتك بهذه القرارات الناس هتبقى موجوده في اماكن صحراويه، الناس هتزرع في مناطق جديده، وايه الهدف من القرارات دي؟ لكنها انا اؤكد دائما اتاخرت كثيرا جدا جدا جدا. نعم. ونتمنى المزيد في مجال الاستثمار لخلق فرص عمل، لان مشكله مصر هي مشكله البطاله اللي وصلت 12-13%. شكرا جزيلا للاستاذ حمدي الجمل رئيس القسم الاقتصادي بالاهرام العربي.